لو الحكاية فيها إن فيتو أنا شغال هنا بقالي حوالي 3 شهور، وكنت عارف إن هي مهتمية اهتمام كبير قوي بموضوع القطط، وعندها كم كبير من القطط، بدي لهم أكل كتير جدا، ويعني سبحان الله حتى هي ما رضتش تخرج بسبب القطط. يعني الناس عرضت عليها كتير إنها تخرج وكده، على أساس النار انتشرت كتير في الشقة زي ما هما بيقولوا، وبعدين ما رضتش ورفضت يعني. بس حتى في ناس كتير قوي كانت مهتمية بموضوع القطط دلوقتي، وكانوا جايين بيدوروا عليهم، يمكن ليهم علاقة بيها أو في صلة قرابة أو حاجة زي كده، فجم يسألوا على القطط اللي ممكن تكون لسه على طول الحياة يعني ما ماتتش. يعني الناس اللي جت تبع للجمعيات الرفق بالحيوان ولا؟ لا لا، الناس ليهم صلة بيها تقريبا بالكثير، وعارفين ان هي ليها اهتمامات بتربية القطط وحاجات زي كده، فكان كل اهتمامهم دلوقتي يشوفوا القطط الباقية وكده. القطط دي طبعا رموها، في قطط طبعا ماتت كتير، وفي قطط بقى يعني مسافه كبيره من الدور السابع طبعا اكيد في قطط ماتت كده. بس يعني هي كان عندها كم عدد كبير من القطط؟ عدد يمكن يفوق مثلا 20 او 30 كان اكتر من كده. يعني هي بتربي قطط؟ بتربي قطط وبتجيب لهم كميات اكل رهيبه يعني كمية. حتى لما عرضوا عليها انها بتخرج قالت لا القطط انا ازاي هسيبهم واخرج كده. طبعا بصينا هنا ايه البلكونه ما طلع، طبعا احنا ماشيين بنجربوا الجراج، قلت له الجراج طلعنا ايه الدور السابع نجي لينا بقى نار جوه كتيره في الشقه، والست ايه شايفينها بترمي ميه وكده. حضرتك طب اطلعي؟ قالت لا في قطط انا هجيب جوه كده. طبعا مع النار ومع الدخان ومع الكلامات دي اتربكنا، ابتدينا بقى فينا النور، واتصلنا بقى بتوع الغاز فصلوه، اتصلنا بتوع الكهرباء العامه هنا فصلوه، كان بقى بعد كده ما شفناش قدامنا. ده طبعا ايه اتصلوا من بره، اتصلوا بالمطافي، يقوم بقى اشتغل بتوع المطافي على طول بقى يضربوا على كده. احنا ماشيين اسمه ده وزميلي ده بدل ما احنا بدل ما لا نزل بقى كده كويس. رجع بعد كده بتوع المطافي قال لك دي مدام سلوى الصعب، نزلوها بقى على حسب. فالناس هنا كلها بقى في سكان برضه، في ناس كبيره ما قدرتش تنزل، طلعنا نزلناها. هي كانت بتربي قطط كتير جدا، عدد كبير قوي من القطط وكده، مهتميه بيهم طبعا فظيع. خبط عليهم حلو عليها ان هي تخرج، ما رضتش. قالت في القطط طب اخرجي لسه بدري، ما رضتش. ده اللي حصل. طب هو كان في حد بيسكن مع هما الاثنين؟ هما اصحاب وعايشين مع بعض من فتره جامده، يعني من اكثر من 20 سنه مع بعض. المعلومات اللي موجوده اللي هي كانت اخت الفنان خالد ابو النجا، صحيح الكلام ده؟ التواجد ده جه لما الحادثه حصلت؟ لا ما جاش، هو جايز يكون مسافر، جايز مثلا ما سمعش، جايز راح المستشفى عشان مسافر جم خدوه، انما ما جاش هنا يعني. لا انا ما شفتوش ساعتها، ممكن يكون جه وما خدتش بالي منها. هي كان عندها استعداد اللي هي تلحق نفسها وتمشي؟ هي تقريبا هي من البدايه يعني ممكن تخرج، ما رضيتش خالص. رفض لك القطط؟ طب كان في قطط حرام يعني مش هتعرف تنقذ نفسها، فانا هنقذ فيها وبعد كده انزل. طبعا ممكن يكون الدخان بتاعه مزلين كده. يعني هي ما رضيتش تمشي غير لما تلحق القطط الاول؟ بالظبط كده، يعني ما خرجتش على طول. هي ممكن في البنيه الاول تخرج، يعني اول ما شافت النار تجري، لكن لا ما خرجوش هم الا بعدين بقى في. طب والحاله الثانيه اللي هي كانت مع الست اللي كانت بتسكن؟ نفس الوضع، دي مش راضيه تسيبها، وطبعا هي منهاره ومع الدخان وما لهم على بالعكس خرجت. هي لما المطاف جت خدتها هم بقى بتوع المطاف سيطروا على الحريه وكده. بقى في عائله طبعا الناس كلها خايفه، والسلم والميه الناس كلها خايفه. في الاضرار اللي لحقت بحاجه ثانيه غير الشقه بتاعتها ولا هي الشقه؟ لا هي الشقه بس. الاضرار الثانيه ما شفناش حاجه ثانيه، واحنا ما خشيناش بعد الحريق ولا بتاع، ما شفناش بعد كده، بعد الحريق ما شفناش اللي حصل. سبب الحريق بيرجع لان لما النيابه جت رجعت سبب الحريق في معلومات؟ لا الله اعلم، دي ما نعرفش عليها اي حاجه صراحه. يعني بتفرقها النيابه بقى. انما ما فيش حد يعرف سبب الحريق لا ايه؟ لا. في